ابشروا بالذي له شوق عند الطيور النداوية، جرات مستعجل ومطفوق خطوته ما هي على النية، يركض ويدفر من الطابق ركض على غير ماوية، كيف خلى نظرة المشفوق قام يتقطع على يدي. حياكم الله أعزائي المشاهدين، رحب فيكم دائما في بداية انطلاقة برنامجنا المتجدد دائما الصقار، ونرحب دائما في ضيوفنا الكرام في أولى حلقاتنا لهذا اليوم والهواية الجميلة هواية الأباء والأجداد. خلوكم معنا نشوف بعد هذا الفاصل. الطائر الحبارة من الطيور العربية المشهورة، فهو رمز صحارى الجزيرة العربية، وهو الطريدة الأولى والتراثية للصقارين، واصطياده يعطيهم الإحساس بالفخر والنصر، وبألوانه الفاتحة والرملية يزدهر في بيئات قاحلة متأقلما مع شدة الصحاري، كما يتغذى على النباتات ويصطاد صغار الفقاريات واللافقاريات، مظهرا مهارة نادرة في البقاء. ومع 32 نوعا حول العالم، يبرز النوع العربي والآسيوي بجمالهما الفريد، ويعيش هذا الطائر منفردا أو في مجموعات صغيرة، ويمتاز بريشه الجذاب وطيرانه الليلي رغم استقلاله عن الماء، فإنه ينجذب إلى مناطق توفره، كما يمتاز بقدرته على التحليق السريع عند الشعور بالخطر، ويهاجر بعضها لمواجهة تغيرات الطقس مثل الحبارة الكبير في أوروبا وأنواعه الآسيوية، وأيضا بجماله وقدرته على التكييف يعد كنزا في عالم الطيور. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، ونرحب فيكم دائما في برنامجكم المتجدد برنامج الصقار، ونرحب دائما في أولى حلقاتنا وانطلاقاتنا لهذا البرنامج، ونتمنى التوفيق لنا ولجميع طاقم العمل. ورحب في ضيفنا الأول أخونا والصقار عبد الله ناشي الرشيدي. أبو ناشي مساء الخير، وإحنا سعداء في تواجدك في أولى حلقاتنا في برنامجنا الصقار. الله يسعد مساك، وحنا أسعد في لقائكم إن شاء الله. الله يسلمك، جزاكم الله خير على الدعوة. يا مرحبا يا أبو ناشي، والساعة المباركة. أبو ناشي، نتكلم عن هذه الهواية الجميلة اللي هواية الأباء والأجداد، اللي دائما نفرح حتى عيالنا في اتباع أخواننا وحبتنا أهل الصقارة. نتكلم دائما عن البداية، عنا بنعيدك يا أبو ناشي شوية بالذكريات الجميلة، متى كانت البداية؟ والله بداية الصقارة بدأت بالثمانينات، بداية الثمانينات. نعم، وتعرف بداية الصقارة مستجد، لازم تشاور هذا وتشاور هذا عشان تشتري. نعم، وشرينا طير وشرينا الطير الثاني وكلهم شاور. بعد فترة تكونت عندنا فكرة عن الطيور، قعدت تشتري برأيي أنا، ما شاء الله، واستمرت شراء الطيور. صحيح. وبناشي نتكلم، هل بداياتك كانت مثلا شفت اللي أكبر منك، شفت الناس اللي دائما معاهم طيرهم وعشقت هذه الهواية الجميلة؟ من تعشق أنت الطير وتحب تصقر وتصير صقار، تصير مجتمعك اللي أنت قاعد معاه كله صقاقير. صحيح. والدوريات اللي يكونون قاعدين فيها صقاقير تروح ترغب في أنك تقعد معاه. صحيح. يعني مثلا أهل البعارين لما يقعدون مع بعضهم أهل الجبل، فكل واحد له هواية. إحنا منا على أهل الصقارة وأهل الطيور، قعدنا نجلس مع دواوين الصقاقير والناس اللي معه، مشت معانا أن ربعك كلها صقاقير، دوانياتك صقاقير، وتعلمنا منهم وانطلقت هذه الهواية الجميلة. صحيح. نعم، نتكلم عن مواصفات الطير، أول طير شريته أبو ناشي نتكلم عنه، وبعدين بنتكلم أيضا عن أول المقناص وين كان. والله أول طير شريته الطيور قلت لك أنها كانت على شور وراي أخواني اللي أكبر مني واللي سبقونا في الصقارة. نعم. وبعدها شريت طير حق نفسي من رأيي أنا اللي هو اختياري. نعم. وبداية المقناص تعرف عندك في الكويت، وبعدين رحلة السعودية، بعد السعودية حصلنا مقناص الأردن وقناصنا فيها. نعم. وقناصنا سوريا، وبعدين لما تعمقت حب الصقارة والقناصة قعدنا نقنص سوريا ومصر.
والعراق. ما شاء الله. نبي نتكلم عن المدة، مدة القنص، وأيضا استعداد. دائما الواحد يستعد إذا بغى يروح، يستعد تكون له استعدادات للرحلة هذه وللقنص. وهل أنتم تطلعون مجموعات ولا تطلع لحالك مع أقرب الناس؟ والله شوف، تطلع مجموعات إذا صارت في حملة أو رخصة رسمية مثلا. نعم. تطلع هذه تكون مجموعات. نعم. تجبرك عليها. أما في إذا ما كانت في رخصة أو مثلا دولة تقدر تقنصها بدون ترخيص أو شيء مسموح لك في المقناص، لا، مجموعة ربعك القريبين منك، أصدقائك، صحيح، جماعتك، هذا اللي تقنص معه. نعم. نبي نتكلم عن أفضل الأماكن يا أبو ناشي اللي قنصت، واللي أنت تخير الشباب تقول روحوا للمكان هذا آمن، مكان زين ويكون فيه رخصة. الأماكن اللي والمدة اللي طولت فيها. والله أكثر مدة أنا طولت فيها قنصت مصر 33 يوم. ما شاء الله. قعدت يومين هني بالكويت وقنصت العراق 20 يوم تقريبا. نعم. لأن كانت في مقناصنا يوم نقنص مصر ما كان فيه رخصة حق العراق. نعم. حصلت لنا الرخصة وقنصنا. نعم. أفضل مقناص العراق إذا كانت فيه رخص رسمية. صحيح. وما تخالف النظم والقوانين الدولة. نعم. أرض العراق هو أرض المقناص الصحيح يعني. الصحيح. نبي نتكلم أيضا عن الطرح. شنو كان طرحكم وشنو أيضا تميز مثلا طيرك، تميز طيرك في الصيد؟ أقصد يعني إيش كثر طرح طيرك؟ نعم. أو نعم. صادي. نعم. والله الطيور اللي معانا مثلا احنا اذا قرصنا نقرص مثلا مجموعه او ثلاثه، لو تصيد انت اليوم حباره او يطلع طيرك على حباره واللي معك ما صاد، نعم، خلاص الثانيه يهد رفيجك اللي معك. نعم. لان هي تتعاون، ما يصير اني انا طيري معي واصيد واحده وثنتين وثلاث وصاحبي معي بالطيره ما يهد، فدايم تكون فيه تعاون. اليوم لك انت المهد، صح، بكره لي انا المهد. ما شاء الله. تعتبر منافسة وبنفس الوقت يعني طيرك صاد وطيري صاد، ما خسرنا شيء. صحيح. نبي نتكلم عن فرحتك في الصيد الطير، شلون يعني شعورك ما شاء الله طيرك وحبك لهذا الطير؟ شوف، أي واحد خاصة الحبارة، الحبارة صيدها ترى هي طير من عرض الطيور، لكن لها سبحان الله ميزة عند الصقار. لما تقول فلان صاد حبارة، هذا لو يصيد 20 كروان ما في مثله إذا صاد حبارة. ايش يفرق؟ انا بوقفك عند السؤال هذا، شنو يفرق مثلا لصاحب الطير وللطير؟ شوف، الحباره اسمها كبير عند الصقر. نعم. طيرك لما تقول انا طيري هذا صايد حباره، نعم، قيمته تختلف. نعم صحيح. وعند الناس تختلف. صح. اما الطير لو نصاد كروان، الطير كروان يصيدك كل طير يعني الا قليل ما نادى. صحيح. فهذا اللي يفرق عند الطير. الطير مقروض ماخوذ، ماخذين عشان تقنص فيه الحبارة. صحيح. فإذا ما صاد حبارة ما له داعي، ما له فائدة. يعني الحبارة تميز، حنا عشان مشاهدينا الأعزاء يعني نوصل لهم المعلومة، الطير كل ما صاد كل ما ارتفع سعره، كل ما صار طير مميز. أن نتكلم عن الموضوع هذا أبو. شوف، الطير اللي يصيد الحبارة هذا عند أي شخص صقار يحبه. وفيه طيور تصيد الحبارة وتصيد الحبارة وهي حتى معلفة، يعني هي من محتاجة تصيد الحبارة ولا تأكلها. صح. تمسكها لك. هذا أنواع من الطيور تصير نادرة يعني. صح. بس صيد الطير للحباري وكثرة للحباري. نعم. كلها تزيد في رصيد الطير يعني. صحيح. أبو ناشي، نتكلم عن أنت مع الشخص أو راعي الهواية الجميلة هذه، أنه إذا طلع لازم يطلع بطيرين، لازم تصير له، ممكن تصير له ظروفنا الطير هالأول، ولا يستمر في طلعة طيرة عشان يستفيد أيضا الطير الخبرة، يستفيد الأرض، يعرف الأماكن. والله شوف، في الفترة السابقة يعني كان حنا نقنص مجموعة ناس. نعم. إذا كان الواحد مع طير هداد، صحيح، مو لازم يكون أنا طيري بعد هداد، لو أشتري طير وحش صاحبي يعلم لي طيره، يهد طيره ويعلم لي، ويكفيني طير واحد وصاحبي عنده طير واحد، ولا في عيب يعني إذا الواحد أخذ طيرين عادي يعني. لكن الأغلبية في السابق أن يعني طيري واحد ولا طيرك واحد، لأن قبل كان نقنص بالسيارة 4 رياجيل 5 رياجيل بالسيارة. الفترة الأخيرة هذه مثلا كل إنسان الحين يقنص بسيارة، إذا معه واحد، وبعضهم الناس يقنص الحين بروحه، إذا يأخذ طير يأخذ طيرين يأخذ ثلاثة ما عنده مشكلة.
ما فيها مشاكل. ما عنده مشكلة. والأفضل أبو ناشي شنو الأفضل كأنت بخبرتك السنوات هذه الأفضل؟ قبل فيها بركة ووناسة نعم. وتعاون ونركب سيارة واحدة مثلاً ثلاثة أربعة. تكون بينكم روح حلوة. إيه وكان يعني وبعض الربع يجلس معك وهو ما معه طير. صح. لو الطير لك أنت يجلس بس عشان وناسة هالشكل. الحين كل واحد يجلس لازم يكون طيره معه بروحه. يعني صارت من النعم سبحان الله بفضل الله عز وجل الإنسان استغنت الحين الناس كل استغنى كل واحد مع طيرة جيبة وطيرة مو محتاج أحد نعم. قبل كانت يعني حاجة الربع تجمعهم الظروف كانت تجمعهم على أنهم يروحون مع بعض وكانت فيها إنسة وناسة نعم. وبناشي نتكلم عن طيرك الطير طلعت فيه والصيدة طيب وفرحت اليوم هذا اللي ما شاء الله صاد صيد طيب نتكلم عن اليوم هذا وبنعيد الذكريات والله شوف في طير قنصنا فيه العراق نعم واسمه لاهور هذا ما شاء الله كان يطلع سبحان الله طلع عجيب يعني سواء عندك سيارات في عندك أحد معطاه طير ولا شيء سبحان الله طلعه صعب جدا 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 صحيح. يعني مرات يطلع على ست مرة يطلع على تنتين مرة يطلع ثلاث الغريبة فيه إنك كنت كان يطلع وهو معلف ومو محتاج أكل صح. ويطلع ومرة وحنا آخر المقناص راجعين والسيارة تمشي كان يطلع على بالسيارة وعلى يدي يعني مو فوق بعد ما شاء الله وطلع على حباري وقع عند ثنتين طلع عليهم طلع ثنتين يوم جيناهم حنا خمس سيارات أو ست سيارات تقريبا جيناهم طار الأرض هذه كلها حبار اللي صدر ما شاء الله السيارات هذا في العراق في العراق نعم احنا آخر يوم نعم اليوم هذا صدر 15 حبار ما شاء الله بس بالساعة حدود الساعة كان احنا حاضرين الساعة 2 الظهر تقريبا نعم 15 حبار اللي صدرهن بطلعهم ما شاء الله انت تكلمت ما شاء الله على الطير هذا والمدح الطيب وهو يستاهل ان شاء الله نبي نتكلم شنو يميز الطير هذا ابو عن الطيور الثانية هذا الطلع نعم. طلع على الحبارة يعني الطير وحنا نطلعه نعم. سبحان الله يعني تلقى يطلع له 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو ما شاء الله وتجي تلقى عنده حبارة ولا يقال حبارة هذا الطلع يعني يختصر عنك مسافات واجد الحين الناس تدور جرة عشان تطلع طيرها لا. هذا قبل ما انت محتاج تطالع الجرة يعني قدام الطير مفرح هذا بيطلع ما شاء الله مرة يطلع يمين مرة يطلع بعيد مرة يطلع قريب بس طلعة يعني شوفه انظره كان قوي من النوادر يعني ما شاء الله يعتبر من النوادر نعم متى الطير طول عندك الطير اللي ما شاء الله طول وعزيته من الطيور اللي كانت مميزة عندك والمدة اللي طول عندك فيها هذا طير أخذته في 86 أو 85 ما شاء الله قاعد عندي 14 سنة كان حمر صافي ما شاء الله إيه ما شاء الله هذا حمر صافي طلع يعني قاعد 14 سنة تقريبا عندي وكان من مدة طويلة إيه كان أطيب الطيور وأهداها ما شاء كان وجه مبارك حيل يعني الله. زين أبو ناشي بعض الناس يقولك لا أنا بخلي طيري وبجدد أنا عندي أموري طيبة وبجدد بعض الناس نفس ما قلت أنت أكثر من 14 سنة معك لا ما تقدر تجدد خلي مستمر مدام طرحه زين وطلعاته زينة ومميز نبي أنت مع التجديد بالطيور الجديدة ولا على طيرك؟ شوف خلنا نقول لك لو فرضنا أني بجدد أنا هذا الطير السام كان عندي طيري وقعد 14 سنة نعم وشريت الطيور وأنا أقنص أشتري الطيور نعم. وأقنص فيها صحيح بس ما حصلت في هذا 14 سنة أول فترة اللي هذه الطير اللي خليني أستغني عنه مثلا وأخليه صح إذا بتحصل طير أفضل من اللي عندك نعم. ممكن تستغني على طيرك القديم صح لكن اذا ما تحصل الطير طيرك المعروف احسن لا. المخبور احسن من اللي ما تدري عنه صحيح بس هل الطير ابو ناشي حتى اعزائنا المشاهدين يستفيدون معانا هل العمر له دور مثلا العمر مثلا كبر الطير له دور يقل الطلع يقل حتى الاكل يعني اموره تصير شويه في ضعف في ارتفاع العمر هذا مثل يقول الكبر شين حتى في الطير سبحان الله بنسأل طال عمرك على هذا الكبر شين. يعني أدري إن الكبر هذا شين لكن بعض الناس يقول لك لا أنا مدتي محددة وأبدل عشان أجدد دم الطير أجدد الأمور هذه
أنت برأيك يعني؟ هو شوف هو راجع للصيد. شوف مشكلة الطير غلاه داخل محبة الطير، العشق، العشق يعني في في ناس تحب الطير يعني سواء بقى عمره 10 ولا 20 ولا سنة ولا سنتين، إذا الطير مغليه بنفسك ما يهمك إنك تبدله. لكن الكبر أكيد إنه مع الزمن الطير راح تضعف فيها أشياء واجد، النظر يضعف، الطيران مثلا يضعف، سبحان الله. إيه هذا عمر افتراضي يعني. نعم، كلمنا عن أطيب الطيور يا أبو ناشي، أطيبها أخونا عبد الله الرشيدي، نبي نتكلم عن أطيبها اللي دائما يهتمون فيها أخواننا الخليجيين في السعودية، في قطر، في الإمارات، في الخليج عموما، في البحرين، في دول الخليج يهتمون في هالطيور هذه، مهما كان سعرها يصير لها مزاد ويصير لها سوق طيب. كلمنا عن الطيور. شوف الطيور نوعين، إذا كان تتكلم عن طير الحرار، نعم، الطيور الحرار أفضلهن وأحلاهن وجمالهن مثلا، واللي الطير هو الصافي والفارسي، نعم، والشامي، هذا طيور حلوة وجميلة، قصدي الطيور الحرار الأصيلة. إذا تسألني عن الخليجيين وإخواننا ربعنا الصقار الجديد هذولا، لا، نعم، الحين قاعد يرغبون طيور التفاريخ مثلا والطير جير شاهين، نعم، لأن قبل الناس تأخذ الطيور عشان تقرص فيها وتصيد وتروح، وهم لها الحين يصيدون القرص، بس الحين توجهت الناس على أن الطيور المزارع والطيور الإنتاج هذه صارت للمسابقات، فتحولت مثلا بعض أغلب الناس اللي بدال لا يروح يقنص صار هوايته أنه يشارك في مسابقات. صحيح. والأرغب أبو ناشي، أنا بوقفك في المرحلة، أنت عطيتني جمالهن والطيب وكذا، هل الشاري للطير يتجه أنه شكليا ولا مجرب الطير؟ لا، هو الحين الناس قاعد تشتري وحوش، نعم، فأنت إذا بتسأل عن الطير الأرغب، الطير الحر، الراعي الطير المقناص، راعي المقناص، مش راعي المسابقات وراعي المشاركات، نعم، هذا، نعم، هو الحرار الصافي والشامي والفارسي، الطيور المغاتير الزينة، نعم، اللي الحين صارت تعتبر نادرة، نعم، بالأصالة طيبة. أما بالنسبة للمسابقات، الناس الحين تتوجه للمسابقات، نعم، الحين أخذ لي الطير وأشارك في مسابقة وأربح فيه. صحيح. وسعره يصير غالي بعد. سعره غالي، مو رخيصات الطيور هذه. نعم. نستأذنك أبو ناشي أخونا عبد الله الرشيدي، أعزائي المشاهدين، نروح معاكم فاصل ونعود بعد قليل. يهب شروب الذي له شوق عند الطيور النداوية، جرات مستعجل ومطفو. سكور أول شيء في الحرار عندنا ثلاث أنواع، الفارسي والشامي والصافي. عندنا الجرودي وعندنا السنجاري وعندنا الشمالي، هذه الفقرات الثلاث الأولى تكلم عن الحرار، والثلاث الباقية الطيور وحوش ما فيها كلام. الفارسي يجي فيه شد، يجي شليله مودع اللي هو التوديع، الدق على بعض مثل ما تشوف الحين. والشام يفرق عنه، الشام يجي فيه ردعتين إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس، يجي شليله اللي هو الشليل العموديات هذه ريش الذيل، يجي فيه دق على صوب على جهة معينة على اليمين أو على اليسار. الصافي يجي صافي ظهر وصافي عمد العموديات اللي هي عمد الريش، عمد الريش مال شليل الطير، ويجي راسه أبيض أو راسه حمر، هذه الحرار الثلاثة. يجي بعدهن السنجاري، السنجاري مقارب للأسود، من ماكر يقال إنه من سنجار وانقرض. ويجينا الجرودي، يجينا الشمالي، بعض أخواننا في دول المجلس التعاون الخليجي يسمونها خضر، هذا بالنسبة للحرار. يجي قبل قياسهم للحر بالذراع، وكانوا يميزونه في طبقة الكفين، الرجل إذا طبق على الكفين هذا عرض الطير، طول الطير بالذراع كانوا يقايسون بالطريقة هذه في السابق. الآن الحمد لله في قياسات وفيه أوزان، لكن الحر لا صار تام ووافي، الوفا يجي في القياس 16.5 ب16.5. بعض العالم يقصر من 16.5 يقول إنه تام لأن أرضيته اللي هي كفوفه ورأسه
كبير يسمونه مدرج في الماضي، يسمونه وافي محقور، الطير اللي أصغر منه بالنظر يعني شوفه بسيط. الطيور المرغوبة عند أهل الكويت من زمان وحاضر، الوحش، الفارسي، والشامي، والصافي، والجرودي، والسنجاري. الوحش دايم متميز عن الطيور المهجنة. اليوم دخلت علينا الطيور المهجنة أشكال وألوان كثيرة. وأهل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، أنا أسولف عن الكويت عامة، إخواننا من الحاضرة والبادية كلهم صقاقير 90%، ويحبون صقارة الوحش من زمان، وفي الماضي كان وسيلة معيشة. ما هو إلا البحث الرزق، صيد الصحراء، الأرنب، الكروان، الحبارة، هذا صيد الصقر اللي هي الحرار. وتكلم عنهن في بلادهن، الآن الدول اللي تصدر منها الطيور واجد، يطرحون فيها وحوش مثل منغوليا، مثل روسيا، مثل الصين، مثل إيران، وشبه الجزيرة العربية. ودايم حنا على مستوى الخليج نفرح بطير شبه الجزيرة العربية وباكستان وإيران. هذه الطيور نركز عليها لأنها طيور وحش رسمية، طيور المهجنة والتفاريخ في أنواعها. مزارع واجد دشت دماء جديدة، وعندنا أخواننا في الكويت ما شاء الله كانوا يتنافسون في إنتاج الطيور المهجنة بأنواعهن، الحر بالحر، 7-8، 50-50، جير الشاهين، جير التبع، كل هالطيور يتنافسون عليهن، حر من حر وشاهين من شاهين. هذه الطيور كلها قاموا ينتجونها اخواننا بالخليج. صافي ولا بهدع اجود قوق عاري ودونه ثناديه. حياكم الله اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل مع صقارنا ابو ناشي عبد الله ناشي الرشيدي. نرحب فيك يا ابو ناشي، ومره اخرى سعداء في تواجدك اليوم. ابو ناشي، نتكلم ايضا عن الطير. شلون اعرف الطير اذا هو مريض، اذا هو تعبان، اذا مثلا ظروفه عندي مقناص وشفت الطير شلون يعرفه اي شخص ثاني مبتدئ في هذه الهوايه؟ بالنسبه لعرفة الطير، شوف اكله، اذا قال اكل الطير، نعم، خاطر الطير، عين الطير تبين اذا مثلا سبحان الله ولا شيء. في اشياء اي واحد يعرفها يا ابو ناشي؟ لا، الغشيم ما راح يعرف الطير الا لما يشوف انه ما ياكل، او ان الطير نعم تصريفه مو زين. صحيح، هني يعرف. نعم، اما اللي في عنده خبره من يفرع الطير يطالع فيه يشوف الطير انه مو وضعه طبيعي يعني. نعم، على حسب خبرته. نعم، واذا بطلع شلون يستعد؟ اخلي طيري يستعد، انا طالع مثلا مقناص، حددنا اليوم الفلاني كلنا بنطلع ومجتمعين وجماعه، نبي شلون الطير يستعد اكله وشربه والامور هذه كلها، ودنا نستفيد، وايضا مشاهدينا الاعزاء يعرفون هذه الاستعداد للقنص. هو شيء الطير بعد نقلته، اذا صار بيتي غير، نعم، اذا صار وحش غير، اذا هو بيتي تنزل الطير وتدعيه، نعم، وترد تشندره، وبعدين تستمر في الدعوة وتطلق جناح الطير وتقنص فيه. صح، يكون مستعد الطير للمقنص. نعم، والوحش لا، لا تربى به شوي شوي، لما يطيح الطير وتهدى تعلمه على الدعوة وما الدعوة. صح، لأن أمن الطير هذاك الساعة تقدر تقنص فيه، أمن الطير تقنص فيه. نعم، وبناشي نتكلم أيضا الطير إذا ما، هل يثر عليه مثلا الطير إذا ما طلع أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، هل يثر عليه؟ إيه، الطير يرمك عقب فترة. نعم، إذا حدنا نتكلم أيضا شنو الأشياء اللي تضر الطير إذا ما طلع؟ والله شوف، الطير إذا ما طلع، الشمس إذا ما تحوش الطير شمس، نعم، تضره. نعم، الطير إذا العلف مو زين يضره. صحيح، المربط اللي هو فيه مكانه إذا مو نظيف يضره. في أشياء، نعم، واجد تضر الطير يعني. نعم، صحيح، في رفته تخليه يرمك زيادة. نعم، نتكلم عن أبو ناشي، أنت ما شاء الله واجهناك في ما شاء الله لقاءات جميلة، نتكلم عن التحكيم، كنت في اللجنة في الموروث، وأيضا نتحدث عن التحكيم، عن الطير، الطير الطيب، شلون الميزات اللي أنتم كمحكمين تميزون الطيور؟ شوف، أنا كنت رئيس لجنة التحكيم، نعم، 7 سنوات ما شاء الله، وحكمت في دولة قطر الشقيقة، ما شاء الله، حكمنا في نوع من أنواع الطيور في البحرين،
ميزة الطيور المزايا يعني عندنا احنا في درجات. نعم. فالطير ينقاس بحجمه. نعم صحيح. بلونه. نعم. مثايلها اللي هو فيها. يعني كل ما صار الطير كاش في الراسه ونحره زين كاش وظهره زين. نعم. وحجمه زين. صحيح. كل ما كان أسهمه في الفوز أكثر. نعم. فالناس تقيم هذا. تقيم في حجمه. جلسة الطير رأسه في عينه في منسره كل هذول يساعدون الطير كل ما زان فيه ينضاف له صفة الجمال له. نعم. الميزة الرئيسية أنا عندي طير شنو الميزة الرئيسية اللي يأخذونه كجمال الطير؟ الطير المقتر اللي كاشف الرأس وظهره إيه؟ كاشف وحجمه وافي هذا من أهم الصفات. التميز. إيه التميز إذا ما صار لو كان كاشف وصغير ماكو فايدة منه. نعم صحيح. زين هل يكون في الطير مثلا بالأكل نقدر نغير الطير بالأمور هذه بشكل الطير هل يكون فيه تغيير مثلا نمو جسم الطير؟ هو الطير بني يجي على حجمه إلا بعض الطيور لما يكون جاي ضعيف لا يستصنع. بالنسبة للعلف، العلف حسب الصقار يعني. نعم. ناس اللي يببر طيره وبيخليه يسير فروخ الحمام للطير طيبة يعني ما. نعم. في كلام. صحيح. أنها تنفع وزيادة وتنفع. أما بالنسبة الحين صار عندهم المواد هذه اللي هي الفيتامينات وما في فيتامينات والمقويات فقاعد تساعد اللي ينقص في الطير هذا نقص الطير. نعم. من فيتامينات هم يغذونه فيه بداله. صحيح. أصعب المواقف يا أبو ناشي مرت عليك وانت في المقناص الأشياء اللي كانت صعبة مرت عليك من نعيد الذكريات يا أبو ناشي اللي ما شاء الله الواحد يعني يصير له مواقف في طريفة مواقف صعبة كانت نذكرها وبأي ديرة؟ والله قناصنا في 84 الأردن. نعم. حاشنا مطر وحنا كنا سيارتين يثر عليكم. ايه. نعم. وكان فيه شعيب يمشي. نعم. حنا بعد قدر الله ما شاء فعل ما طلعت سياره وبعدين اذا شفنا السياره الثانيه طلعت لا حنا دخلنا مره واحده سووا مع بعض السيارتين وتعلقت السياره طال عمرك ثلاث ايام قاعدين. الله. ثلاث ايام حنا ما في منقذ جاكم؟ جاء الله يجا منا واحد منقذ راعي تريلا طلعنا. ما شاء الله. قعدنا ثلاث ايام من كان عليه اللوم؟ كلنا مع بعض ما في اللوم وناسه كانت. لا اي والله من ذكريات طيبه الحمد لله. الذكريات هذه ما في احد سبق الثاني لين يجي الاخر يطلع. قدر الله ما شاء فعل احنا ما فكرنا في هالشغله السبعه. لا لا يطلع يطلع سبحان الله صار اللي صار. ابو ناشي نتكلم الطيور الطيبه وين نلقاها في الديار مثلا نشوف ان كازاخستان يتكلمون فيها الامور هذه الفروخ يعني ويروحون يجيبون يجلبون للكويت والخليج ما شاء الله حنا شفنا أكثر من اللقاءات الواحد يقول أنا رايح قارص بطيري جبت خمسة ستة وبعدين قرصت أنا وربعي وجبنا وشرينا وبعنا أطيب الطيور وين ديرتهن؟ والله إذا حسب رأيي أنا. نعم. أطيب الطيور اللي تنطرح في الكويت والسعودية هنية. نعم. نعم. هذا رأيي الشخص. أما كفعل وقوة ما في أفضل من الطيور سيبيريا. نعم. سيبيريا هذا الوحش الجير. صحيح. البيور الأصلي هذا من أفضل الطيور ما عليه خلاف. نعم. أما أنا كشخصيا لا والله طير طرح الكويت والسعودية والخليج هذا والعراق طرح قصدي اللي الوحش. أطيب. هذا عندي من أفضل الطيور. نعم. نتكلم عن القريبين من هو من ربعك اللي ما شاء الله يعني أخذت منها الخبرة هل هم القريبين العمين العم ولا الخال ولا حنا ما شاء الله عندنا الهدبان وعرفنا أسرار الخارجية هذا طال عمرك خوال الهدبان وهم صقاقير ما يحتاج ما شاء الله نذكرهم وش تستفد من الخوال طلعت معهم استفدت انصحوك النصايح والله شوف أنا بالنسبة للمقناص ما قنصت مع خوالي. نعم. يعني لأن أنا تعرف المناطق وحنا في منطقة ولا في منطقة قبل صح فكان احتكاكنا في المنطقة اللي معانا جماعة اللي عندنا صحيح يعني فيه ناس تأثرت في مقناص معاهم نعم وبدأوا يعني مثل ما بدينا في المقناص مثل
أغلبهم الله يرحمه توفى، خالد البيدان توفى الله يرحمه، هذا تعلمت معاه وقنصت معاه. ما شاء الله. مبارك بن حمد البغيلي كان يدل وصقار، تعلمت منه. ما شاء الله. للأمانة يعني. ومن أفضل الناس يعني ذكرا يعني وإن شاء الله بخير، الشيخ سلمان الحمود علمنا حنا أشياء في الصقارة. قنصت معه؟ لا ما قنصت معه. لا. بس هو كان يعني الرب الروحي للصقاقير في الكويت. صحيح. سلمان الحمود كان له دور على الصقاقير وعلى سوق الصقاقير وعلى سوق الطيور، فكان له يعني طلع جيل يعني أغلب الصقاقير من تلاميذه. نعم. إلا من الندر يعني. صحيح. أصلا في فترتنا اللي أنا أقول لك عنها. نعم. أبو ناشي أخونا عبد الله الرشيدي برجعك شوي للعراق. إحنا نشوف ما شاء الله أغلبية ربعنا وجماعتنا والأصدقاء يروحون. شو يميز أرض العراق؟ أول شيء أرض العراق أرض عبور حبارة. نعم. اتساع المسافة اللي فيها. نعم. تساعد. صحيح. الشغلة تضاريسها متنوعة يعني، يوم تروح أول ما تروح مني مثلاً تروح مني للرمث تلقى لك حجارة، تلقى لك وعارة، فأرضها يعني تتجدد عليك. صحيح. وعبورها مستمر. صحيح. يعني وبعدين حنا لأنها قريبة عندنا يعني نرغب أكثر منها. صح. الحبارة منين تجيها؟ الحبارة يا عن مواطنها، من أن تكون يعني يكون مواطنها في تمر على العراق. إيه على العراق كل هي حبارة والطير كلها عبور. عبور. نعم. فتجي من الصين، تجي من سيبيريا، تجي من الدول اللي هي تقيض فيها حبارة وتنتج وتعبر. نعم صحيح. أفضل الأشهر والأيام للقنص اللي ما عنده مثلا، شنو النصيحة اللي توجهها مثلا الشهر الفلاني المكان الفلاني؟ أفضل شيء أنت مثلا، الشباب يقولون بنطلع حنا لكن ما عندنا الخبرة، ما عندنا كذا، شنو الرسالة اللي توجهها للصقار المبتدئ؟ والله أفضل المقناص شهر 11. شهر 11 لما تدخل يميز أبو أنا مميزة طال عمرك، جوه حلو. نعم. وعبوره طيب. صحيح. زين. وإذا صادفت بعد قمرة صار أحضر. نعم. إيش معنى؟ حنا بنوقف القمرة تعفر فيها حبارة. نعم صحيح. ويستانس راعي البر في القمرة، لا صار في خلا بالقمرة تصير ونيسة له معه. نعم. فيها عبرة. صحيح. أبوقفك عند إجابتك أبو ناشي، شلون أعرف هذه أرض الحبارة أو أرض هذه مرة الحبارة ولا متواجدة؟ شلون أعرف أنا أقول لك عن شغلة مثلا، الحين حنا في الكويت مثلا في مكان معين نروح له مثلا، هذا دائما الحبارة تعبر عليه. نعم. فيها أماكن لو انها محمية ما لها عبور عليها الحبارة الا نادر ما فخطوط العبور للحبارة للصقاقير يعرفونها. صحيح. الناس تروح على الذكر، يعني الحين مثلا الناس يقولك المكان الفلاني فيه حبارة. نعم. هذا مو عشان اسمه حبارة، هذا طريق عبورها هالشكل. عبورها. اي نعم. أبو ناشي العيال، عيالك القريبين خويتهم علمتهم منهم من العيال ما شاء الله الله يحفظهم اللي ما شاء الله خليته يستمر على مسيرتك الطيبة هذه؟ والله ناشي صقر له سنتين وبعدين بطل عنها خلاها، قال ما شنو أسباب أنا ما ترحم معه ما مشت معه ما تمشي معه ما مشت لا معه ما حبها لا، والعيال الثاني ما يحبونه. شو السبب؟ هو الجيل هذا يحب أشياء ثانية؟ لا المشكلة أنه ما تقدر تجبر احد عليه، هذه هوايه نفسه يعني. نعم. زين. نستاذنك يا ضيفنا ابو ناشي، اعزائي المشاهدين مستمرين معاكم، نروح فاصل ونعود ان شاء الله. طيور التفريخ عامه، الحر من حر والشاهين بشاهين، وجير الشاهين وجير التبع والبيورات والسفنئيت، هذه كلها مسميات بالطيور المهجنة والمزارع المنتجة. كمان احنا نجتمع يعني كمتسابقين وندعم هذه الهواية كموروث وكذا. الجيرة تميزت انها طيور مسابقات قبل تكون طيور صيد، وامتازت بطيور الصيد،
وكل طير وعلى حسب التدريب اللي ياخذه والتعليم وكذا، ونفس ما تسوي للحر تسوي للطيور المهجنة ترتيب، إلا في نقطة واحدة بس اللي هو الحر المناعة قوية في الطبيعة والتفاريخ شوي المناعة قليلة، كل ما كبر بالسن كل ما كبرت مناعته وزادت المناعة صارت عنده قوية في المسابقات والمهرجانات مثل الموروث الشعبي مثل المهرجانات الخليجية، مسابقات الطيور المهجنة دائم يشاركون فيها للسباقات للريس مال الطير، مسابقات على الملوح. حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وضيفنا الكريم عبد الله ناشي الرشيدي، مساك الله بالخير مرة أخرى يا أبو ناشي. مساك الله. في تواجدك لي هذا اليوم في أولى انطلاقات برنامجنا الصقار. أبو ناشي، نبي نتكلم عن سوق الطيور، نبي نتكلم عن المركز اللي أنا وغيري يدور مثلا الطير ويدور السوق اللي قيمته فيه وله مبالغ فيها، نسمع التواصل الاجتماعي، نسمع الطير مبالغ فيه، نسمع على أسواق. أنا وغيري والشباب اللي حابين هالهواية الطيبة هواية الآباء والأجداد وين يروحون؟ والله بصراحة قبل كم سنة على العهد القديم هذا كان حنا في الكويت، نعم، كان مركز سوق الطيور عندنا حنا في الكويت ككل، صح. يعني دول الخليج كانوا إذا يبون طير يشترون من الكويت، نعم، وحتى إذا خلص المقناص عندهم، نعم، ويبيعون الطيور كانوا يجون الكويت عشان تنباع لأنه كان مركز زين، صحيح. هذا اختفى، صح، اختفى. شو الأسباب يا بناشي؟ والله الاهتمام فيه، يعني الناس اللي كانت تجي وتشتري في السوق صار فيه مكاتب، صح. المكاتب هذه أثرت على مردود السوق، يعني أنا الحين أنا وين أروح أشتري طير؟ لازم أروح أدور طير في مكتب الفلان ولا مكتب سين ولا مكتب فلان. نعم. قبل كان المركز واحد، صح. يعني مثلاً في قطر عندهم سوق واجف مال الطيور، ايه؟ وهذا مركز واحد، مركز. روح اشتري طيورك وتبيع، نعم. تحط طيرك هناك تبيع، صحيح. الناس تعرف إن هذا المركز. هالحين تجي سوق الطيور ما تلقى فيه أحد إلا ما. كل أسباب يا أبو ناشي. هل أنتم طلبتم أن يكون مركز واحد لكم عشان يكون الأسعار لها حد؟ نقدر نقيم مثلا الطير اللي بجنبك الحين، نقدر نقول الطير هذا له سعر ما يتعدى السعر، ولا صار الانتشار اللي كل واحد حط له سوق في التواصل الاجتماعي؟ شوف، هو لو كان فيها مثلا نية صادقة أن الواحد يسوي بالسوق، سوق الطيور نفسه أو أن تكبر سوق المطر، وانت يا صاحب المكاتب هذه كل، نعم، واحد يعطونا مكتب فيه، فبدال لا اروح انا السين من الناس في المنطقه الفلانيه وفي المنطقه هذا مكتبه وهذا مكتبه وهذا مكتبه، صح. فيكون اهل المكاتب او الهوايات اللي عندهم ناس بيبيعون طيور او عنده رغبه ان يحط له مكتب، صح. يكون هذا المكتب، فيكون مجموعه الصقاقير او البياعه، صح، اهل الطيور اهل المكاتب في مكان واحد، صح. أنا ما يعني مجبور إني إذا بغيت طير أروح المنطقة العاشرة ولا أروح المنطقة، صح، الرابعة عشان أشتري طير، صحيح. أروح المنطقة هذه، هذا السوق مركزي، نعم، وهذا مكتب فلان وهذا مكتب فلان وهذا، أخذ اللي تبيه وطلع منه، نعم. هل أبو ناشي الطير اللي مثلاً انباع في قيمة كبيرة، هل القيمة هذه في المزاد فيه زيادة على القيمة؟ أنا شلون أعرف؟ أنا طير قدامي انباع مثلاً مبلغ كبير، قلت لا هذا ما هو مبلغه، أقل من المبلغ، شلون أعرف؟ هل الطير يبين شكل الطير؟ والله شوف، فيه طيور تنباع مبالغ فيها حيل، صحيح. وللأسف أن هذه مضرتها على الصقارة وعلى هالطيور، نعم، أكثر من منفعتها، نعم. زين، المبالغة في الشيء مضر، صح. فأنا يعني شايف أن فيه بعض الطيور نعم، مبالغ فيها أسعارها، نعم، صحيح أنها الحين صارت فيها ارتفاع، ما حد ينكر ان كل شيء صار غالي، يعني، نعم. يعني كان في الطير مثلا، الطير هذا قبل كم سنه يشترى ب 400 دينار مثلا، الحين وصل سعره 600 700 الف، هذا اشياء تقبلها لان ارتفاع اسعار العالميه، ما يعني نعم، كل واحد يقدرها، لكن لما الطير هذا مثلا يكون قيمته 1000 دينار وقبل سنتين ثلاثه والحين يصير ب 10، هني الحكي، هني المبالغ فيه، نعم. شو الاسباب يا ابو ناشي؟ هل هي مصلحه الاخرين
هل هي يعني مثلا أشوف الناس تبالغ عشان ترفع الطير هذا، ترفع ان السوق هذا عند مثلا سين من الناس؟ والله فيها نوع من ما تفضلت يعني البهرجة شوي مزايد، وهذا أشياء ما تنفع الصقار ولا تنفع راعي الطير. أي شيء مبالغ فيه مو حلو. صحيح أبو ناشي. أول شيء إحنا نبارك لكم لإنشاء الجمعية، ما شاء الله انشئت وقررت إن شاء الله لكم المستقبل القادم. تحدثنا عن الجمعية أبو ناشي. والله شوف، من فضل الله عز وجل إحنا كان كاكس صقاقير وهواية الطير. نعم. صار هي مبطية من 40 سنة. ما شاء الله. وإحنا نتمنى يكون في نادي أو جمعية عشان تكون يعني تخدم أهل الهواية هذه. صحيح. تخدم الصقار. صحيح. يعني الصقار وراعي الطير يحتاج له أشياء، فما في جهة معينة حتى الجهات الرسمية تقدر تخاطبها فيها. صحيح. من فضل الله يعني بجهود بعض الأشخاص جزاهم الله خير. نتكلم عن أهدافها أبو. أهدافها وقوانينها، إحنا كجمعية تحت مظلة وزارة الشؤون لها قوانين ولها ضوابط. ضوابط. نعم. فإحنا قاعدين ندخل في مواضيع في إنشاء جمعية. نعم. لها أسس قانونية يعني. نعم. وندخل في أشياء قانوني. صحيح. حتى تكون أمورك كلها سليمة. صح. عشان هالشكل لها أهداف الجمعية موجودة. موجودة إن شاء الله. أبو ناشي نتكلم أيضا عن الصقارة، حنا ما ودنا يزعلون منا أعياننا الصغار الشباب. رأيك في طلعاتهم، رأيك في شرائهم للطيور، هل في مبالغ، هل طلعاتهم لها وقت غير أنتم طلعتكم اللي قبل، هل توجه رسالة لهم؟ والله شوف، في قرية الشيخ صباح الأحمد. نعم. كانت فيها يعني في بوادر أنه كان إنشاء، يعني مش إنشاء، هيئة لتعليم الصقار اسمها الصقار الصغير. نعم. يشون مجموعة شباب وناس. صحيح. عاقل كبار مثلا. صحيح. يعلمون الشباب هذولا أصول الصقارة. صحيح. لأن حتى في البيئة وفي كل شيء الناس الوعي والتعليم. نعم. ينفع ويضبط عيالنا ويضبط عيالنا أساس لا يتعدون على مخالفات لا في قوانين الرمي ولا في قوانين الصيد ولا في قوانين البيئة. صحيح. إحنا محتاجين توعية. صحيح. توعية تجي من إحنا يا كبار عشان نوعي للشباب جيلنا. لو كان فينا وعي يعني يمكن ما تلقى أحد يدخل إن شاء الله الجمعية. إيه. هذه راح يصير لها دور كبير إن شاء الله إذا الله أراد، يعني بإذن الله إن شاء الله. نعم. وهذا القصد يعني إنه يكون الشباب فيه توعية. توعية الحياة الفطرية، توعية الحماية البيئة. نعم. نتكلم عن الحماية أبو، حماية ذكرنا إحنا حماية البيئة، كان عندكم لجنة وطلعتهم أمورها. إحنا أول كنت في 96 بدأ رئيسة المركز التطوعي الشيخ أمثال في إنشاء. نعم. محمية الشيخ صباح الأحمد في 96. نعم. وتم إنشاءها وتفتح رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد كان رئيس مجلس الوزراء 2004. نعم. تم افتتاح هذه المحمية واللي هي موجودة لها الحين. فالمحمية يعني أنا دخلتها مرة مرتين في بدايتها، سبحان الله يعني كل نباتات اللي كانت موجودة في الكويت سابقة طلعت، من عرفج، من رمت، من علندة، من أرطة، ما شاء الله. هذا سبحان الله ردت هذه الأرض خير، فيها خير ونعم. صحيح. تحمى تصير زين. نعم. أبو ناشي إحنا سعداء في سعيد. تواجدك اليوم، وأنا سعيد شخصيا في أخونا الكبير عبد الله ناشي الرشيدي. كلمة أخيرة. والله إحنا نقول نتمنى إن شاء الله أن الله يديم علينا الأمن والأمان. نعم. صحيح. ويحفظنا ويحفظ قيادتنا السياسية. صحيح. ويوفقكم أنتم. الله يجزاك خير على هالبرنامج. الله يطول عمرك. كذلك نتمنى من أخواننا يدعمونا في الدعوة في الجمعية بإذن الله. توفيقهم إن شاء الله لخدمتهم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. الله يجزاك خير يا أبو ناشي. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى لقاءنا لهذا اليوم في برنامجكم الصقار مع أخونا عبد الله ناشي الرشيدي، ونتمنى أن نكون قدمنا شيء جميل لإخواننا، وأيضا هذه الهواية الجميلة هواية الآباء والأجداد. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة. إهم شروب الذي له شوق عند الطيور النداوية، جاء
جرات مستعجل وما طفوك خطوته ما هي على النية يركض ويدفر من الطابق ركض على غير ماوية كفخ على نظرته المشفوق قام يتقطع على يديه قرناس ما طببوها السوق.